بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 奉至仁至慈的安拉之名 Alif Lam Mim 安拉除他外绝无应受崇拜的他是永生不灭的是维护万物的他降世给你这部包含真理的经典以证实以前的一切天经 他曾降世塔拉特和隐之乐，于此经之前，已做世人的向导，有降世证据。不信安拉的迹象的人，必定要受严厉的刑罚。安拉是万能的，是惩恶的。安拉却是天地间任何物所不能瞒的。 你们在子宫里的时候，他随意的以形状赋予你们。除他外，绝无应受崇拜的。他却是万能的，却是至睿的。 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب 他降世你这部经典，其中有许多明确的经文 是全经的基本，还有别的许多隐微的结文，心存邪念的人，遵从隐微的结文，企图销惑人心，探究经义的究竟，只有安拉才知道经义的究竟。学问精通的人们说，我们已确信它，明确的和隐微的。 都是从我们的主那里降世的，唯有理智的人才会觉悟。 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 我们的主啊在你引导我们之后求你不要使我们的心背离正道求你把从你那里
发出的恩惠赏赐我们，你却是博施的，我们的主啊，在无疑之日，你必定集合世人，安拉却是不爽约的。إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 不信教者所有的财产和子嗣对安拉的刑罚不能逼移他们一丝毫这等人是火狱的燃料他们的情状犹如法老的百姓和他们以前的各民族的情状一样他们否认安拉的迹象故安拉因他们的罪恶而惩治他们安拉的刑罚是严厉的你对不信教者说你们将被克服将被集合于火狱那卧入真恶劣قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار你们却已得到一种迹象，在交战的两军之中，一军是为主道而战的，一军是不信教的。眼看这一军有自己的两倍，安拉以他自己的右助扶助他所抑郁的人。对于有眼光的人，此中却有一种见解。زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب 迷惑世人的是令人爱好的事物如妻子儿女金银宝藏骏马牲畜禾稼等这些是今世生活的享受而安拉那里却有优美的归宿قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد你说我告诉你们比这更美好的好吗敬畏者得在他们的主那里享受下临诸河的乐园他们得永居其中并获得纯洁的配偶和安拉的喜悦安拉是明察众仆的الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 他们说我们的主啊我们却已信教了求你赦宥我们的罪过 求你使我们得免于火狱的刑罚，他们是坚忍的，是诚实的，是顺从的，是好施的，是在黎明时求饶的。安拉秉公作证，除他外，绝无应受崇拜的。众天神和一般学者也这样作证，除他外，绝无应受崇拜的。 إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 安拉所喜悦的宗教却是伊斯兰教，曾受天经的人，只有在知识降临他们之后，由于互相嫉妒，才发生了分歧。谁不信安拉的迹象，安拉不久就要惩治谁，因为安拉却是清算神速的主。如果他们与你争论，你就说。 我已全体归顺安拉，顺从我的人也归顺安拉。你对曾受天经的人和不识字的人说：“你们已经归顺了吗？”如果他们归顺，那么他们已遵循正道；如果他们背弃，那么你只负通知的责任。 安拉是明察重仆的 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 对于不信安拉的迹象，而且枉杀众先知，枉杀以正义命人者的人，你应当以痛苦的刑罚向他们报喜。这等人的善功 在今世和后世完全无效，他们绝没有援助者。 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 难道你没有看见曾受一部分天经的人吗
别人召他们去依据安拉的经典而判决争执时，他们中有一部分人不愿意接受他的判决，他们是常常反对真理的，这是因为他们说，火狱绝不接触我们，除非若干有数的日子。他们所捏造的，在他们的宗教方面已欺骗了他们，在毫无可疑的一日，我将集合他们，那时人人都得享受自己行为的完全的报酬，毫无亏枉。在那日他们怎样呢？قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب 你说安拉掌握国权的主啊，你要把国权赏赐给谁就赏赐给谁，你要把国权从谁手中夺去就从谁手中夺去，你要使谁尊贵就是谁尊贵，你要使谁卑贱就是谁卑贱，福利只掌握在你的手里，你对于万事却是全能的。你使夜入昼，使昼入夜，你从无生物中取出生物，从生物中取出无生物，你无量地供给你所抑郁的人。لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 信教的人不可舍信士们而以不信教者为盟友，谁犯此禁令谁不得安拉的保佑，除非你们对他们有所畏惧而假意应酬，安拉使你们防备他自己，安拉是最后的归宿。قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد 你说你们的心事无论加以隐晦或加以表白，安拉都是知道的，他知道天地万物，安拉对于万事是全能的。在那日，人人都要发现自己所做善恶的记录陈列在自己面前，人人都要希望在自己和那日之间有很远的距离。安拉使你们防备他自己，安拉是仁爱众仆的。
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 如果你们喜爱安拉，就当顺从我；你们顺从我，安拉就喜爱你们，就赦宥你们的罪过。安拉是至赦的，是至慈的。你说，你们当服从安拉和使者。如果他们违背正道，那么。 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ 伊布拉辛的后裔和伊姆兰的后裔，而使他们超越世人。那些后裔是一贯的血统。安拉是全聪的，是全知的。 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 当时伊姆兰的女人说我的主啊我是愿以我府里所怀的奉献你求你接受我的奉献你却是全聪的 却是全知的。当他生了一个女孩的时候，他说：“我却已生了一个女孩。”安拉是知道他所生的孩子的，男孩不像女孩一样，我却已把他叫做麦尔言。求你保佑他和他的后裔，免受被弃绝的恶魔的骚扰。 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 他的主接受了他，并使他健全的生长，且使宰凯利亚抚育他。宰凯利亚每次进内殿去看他，都发现他面前有给养。 他说：“麦尔言啊，
你怎么会有这个呢？他说，这是从我的主那里降下的，安拉必定无量地供给他所抑郁的人。在那里，宰凯利亚就祈祷他的主，说：我的主啊，求你从你那里赏赐我一个善良的子嗣。你却是听取祈祷的。正当宰凯利亚站在内殿中祈祷的时候，天神喊叫他说：安拉以叶哈雅向你报喜，他要证实从安拉发出的一句话，要长成尊贵的、克己的人，要变成一个善良的先知。قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار 他说我的主啊我却已老迈了我的妻子是不会生育的我怎么会有儿子呢天神说安拉如此为所欲为宰凯利亚说我的主啊求你为我预定一种迹象。天神说，你的迹象是你三日不说话，只做手势。你当多多的纪念你的主，你当朝夕赞他超绝。وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 当时天神说麦尔言啊安拉却已拣选你使你纯洁使你超越全世界的妇女麦尔言啊你当服从你的主你当叩头你当与鞠躬的人一同鞠躬这是关于幽玄的消息我把它启示你当他们用拈阄法决定谁当抚养麦尔言的时候，你没有在场。他们争论的时候，你也没有在场。إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 当时天神说麦尔言啊安拉的确把从他发出的一句话向你报喜他的名字是麦尔言之子麦西哈尔撒在今世和后世都是有面子的是亲近于安拉的他在摇篮里
在壮年时都要对人说话，他将来是一个善人。他说：我的主啊，任何人都没有和我接触过，我怎么会有儿子呢？天神说：安拉要如此创造他所抑郁的人，当他判决一件事的时候，他只对那件事说声有，他就有了。他要教他书法和智慧，讨拉特和隐之乐。ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 他要使他去教化以色列的后裔，而撒说，我却已把你们的主所降世的一种迹象带来给你们了，我必定为你们用泥做一个像鸟样的东西，我吹口气在里面，它就奉安拉的命令而飞动。我奉安拉的命令，能治疗天然盲、大麻风，又能使死者复活，又能把你们所吃的和你们储藏在家里的食物告诉你们。对于你们此中却有一种迹象，如果你们是信教的人，إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 我奉命来证实在我之前降世的讨拉特，并为你们解除一部分禁令，我已昭示你们从安拉发出的一种迹象，故你们应当敬畏安拉，应当服从我。安拉却是我的主，也是你们的主，故你们应当崇拜他，这才是正路。قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 当尔撒确知众人不信教的时候，他说：谁为安拉而协助我？众门徒说：我们为安拉而协助你，我们已确信安拉，求你作证我们是归顺者。我们的主啊，我们已确信你所降世的经典，我们已顺从使者，求你使我们加入作证者的行列。他们用计谋，安拉也用计谋，安拉是最善于用计谋的。إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 当时安拉对尔撒说我必定要使你受终要把你擢升到我那里 要为你敌清不信教者的污蔑，要使跟随你的人，在不信教的人之上，直到复活日，然后你们只归于我，我要为你们判决你们所争论的是非。 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 至于不信教的人，我要在今世和后世严厉地惩罚他们，他们绝没有任何援助者。至于信教而且行善的人，安拉要使他们享受完全的报酬。 安拉不喜爱不义的人，这是我对你宣读的迹象和睿智的教训。إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 在安拉看来，尔撒确实和阿丹一样的，他用土创造阿丹，然后对他说有，他就有了，这是从你的主降世的真理，故你不要怀疑。 在知识降临你之后，凡与你争论此事的人，你都可以对他们说：“你们来吧，让我们召集各自的孩子，我们的妇女和你们的妇女，我们的自身和你们的自身，然后让我们祈祷安拉弃绝说谎的人。” إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون 这却是真实的故事除安拉外绝无应受崇拜的
安拉却是万能的，却是至睿的。如果他们背弃正道，那么安拉对于作恶的人却是全知的。你说，信奉天经的人啊，你们来吧，让我们共同遵守一种双方认为公平的信条。我们大家只崇拜安拉，不以任何物配他，除安拉外，不以同类为主宰。如果他们背弃这种信条，那么，你们说，请你们作证，我们是归顺的人。يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاءحاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلماولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 信奉天经的人啊，你们为什么和我们辩论伊布拉欣的宗教呢？讨拉特和隐之乐是在他弃世之后才降世的，难道你们不了解吗？你们这等人自己知道的事固然可以辩论，怎么连自己所不知道的事也要加以辩论呢？安拉知道，你们却不知道。伊布拉欣既不是犹太教徒，也不是基督教徒，他是一个崇信正教归顺安拉的人，他不是以物配主的人。إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكموَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 与伊布拉欣最亲密的却是顺从他的人和这个先知以及信教的人们，安拉是信士们的保佑者。信奉天经的人中有一部分人希望使你们迷误，其实他们只能使自己迷误，他们却不自觉。信奉天经的人啊，你们明知安拉的迹象是真实的，你们为什么不信那些迹象呢？يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 信奉天经的人啊，你们为什么明知故犯的以伪乱真，隐晦真理呢？وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 信奉天经的人中有一部分人说，你们可以在早晨 表示信信士们所受的启示，而在晚期表示不信，你们这样做，他们或许叛教，你们只可以信任你们的教友。你说，引导却是安拉的引导，难道因为别人获得向你们所获得的启示，或他们将在安拉那里与你们辩论？ 你们就这样用计吗？你说，恩惠却是掌握在安拉的手里，他把它赏赐给他所抑郁的人。安拉是宽大的，是全知的，他为自己的慈恩而特选他所抑郁的人。安拉是有鸿恩的。 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 信奉天经的人中有这样的人，如果你托付他1000两黄金，他会交还你。他们中也有这样的人。 如果你托付他一枚金币，他也许不交还你，除非你一再追究他。这是因为他们说，我们不为不识字的人而受处分。他们明知故犯地假借安拉的名义而造谣，不然，凡僭约而且敬畏的人，都是安拉所喜爱的。 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 以安拉的盟约和自己的盟约换取些微代价的人，在后世不获恩典，复活日，安拉不和他们说话，不睬他们，不涤清他们的罪恶。 وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 他们中却有一部分人篡改天经，以便你们把曾经篡改的当作天经，其实那不是天经。他们说，这是从安拉那里降世的，其实那不是从安拉那里降世的。 他们明知故犯地假借安拉的名义而造谣。
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 一个计谋安拉赏赐经典、智慧和预言的人 他不至对世人说 你们做我的奴仆 不要做安拉的奴仆 但他必说 你们当作崇拜造物主的人 因为你们教授天经、诵习天经 他也不至叫你们以众天神和众先知为主宰 你们既归顺之后 他怎能教你们不信教呢 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 当时安拉与众先知缔约说 我已赏赐你们经典和智慧，以后有一个使者来证实你们所有的经典，你们必须确信他，必须辅助他。他说：“你们承认吗？你们愿意为此事而与我缔约吗？”他们说：“我们承认了。”他说：“那么。” 你们作证吧，我也和你们一同作证。此后，凡背弃约言的，都是罪人。أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 难道他们要舍安拉的宗教，而寻求别的宗教吗？同时，天地万物，不论自愿与否，都归顺他，他们将来只被照归于他。 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 你说，我们确信安拉，确信我们所受的启示，与伊布拉欣、伊斯玛仪、伊斯哈格、叶尔古白和各支派所受的启示，与穆萨、尔撒和众先知所受赐于他们的主的经典，我们对于他们中的任何人。 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 舍伊斯兰而寻求别的宗教的人 他所寻求的宗教绝不被接受 他在后世是亏折的 既表示信教 又作证使者的真实 且眼见民众的降临，然后表示不信。这样的民众，安拉怎么能引导他们呢？安拉是不引导不义的民众的。这等人的报应，是遭受安拉的弃绝与天神和人类的共同的诅咒。他们将永居火狱中，不蒙减刑。 也不蒙缓刑，为后来悔过自新的人，将蒙赦宥，因为安拉却是至赦的，却是至慈的。 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم 信教之后又复不信且变本加厉的人他们的忏悔绝不被接受这等人却是迷误的 在世时没有信教，临死时仍不信教的人，即使以满地的黄金赎罪，也不被接受。这等人将受痛苦的刑罚，他们绝没有任何援助者，你们绝不能获得全善，直到你们分舍自己所爱的事物，你们所施舍的，无论是什么。 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 一切食物对于以色列的后裔原是合法的除非在将士陶拉特之前伊斯拉以为自己所禁除的食物你说 你们拿陶拉特来当面诵读吧。如果你们是诚实的，此后
凡假借安拉的名义而造谣的人都是不义的。你说安拉所说的是实话，故你们应当遵守崇奉正统的伊布拉欣的宗教，他不是以物配主者。إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 为世人而创设的最古老的清真寺，却是在麦加的那所吉祥的天房，全世界的向导。其中有许多民众，如伊布拉欣的立足地，凡入其中的人都得安宁。凡能旅行到天房的人，都有为安拉而朝觐天房的义务。不信教的人，无损于安拉，因为安拉却是无求于众世界的。你说信奉天经的人啊，安拉是见证你们的行为的，你们为什么不信安拉的迹象呢？你说信奉天经的人啊，你们既是见证，为什么你们要阻止信教的人入安拉的大道，并想暗示他是邪道呢？安拉绝不忽视你们的行为。يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 信教的人们啊，如果你们顺从曾受天经的一部分人，那么他们将使你们在信教之后变成不信教的人。你们常常听见别人对你们宣读安拉的迹象，使者又与你们相处，你们怎么不信教呢？谁信托安拉，谁却已被引导于正路。يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 信教的人们啊，你们当真实的敬畏安拉，你们不要去死，
除非你们成为顺主的人，你们当全体坚持安拉的绳索，不要自己分裂。你们当铭记安拉所赐你们的恩典，当时你们原是仇敌，而安拉联合了你们的心，你们借他的恩典才变成教胞。你们原是在一个火坑的边缘上，是安拉使你们脱离那个火坑。安拉如此为你们阐明他的迹象，以便你们遵循正道。منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 导人于至善，并劝善戒恶，这等人却是成功的。你们不要像那样的人，在明正降临之后自己分裂，常常争论，那等人将受重大的刑罚。在那日，有些脸将变成白皙的，有些脸将变成黧黑的。至于脸色变黑的人，天神将对他们说：你们既信教之后又不信教吗？你们因为不信教而尝试刑罚吧。تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 至于脸色变白的人，将入于安拉的慈恩内，而永居其中。这是安拉的迹象，其中包含真理。我对你宣读它，安拉不欲亏枉众生，天地万物都是安拉的，万事只归安拉。كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 你们是为世人被产生的优秀民族，你们劝善戒恶，确信安拉。假若信奉天经的人确信正道，那对于他们是更好的。他们中有一部分是信士，大部分是罪人。لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 除恶言外，他们绝不能伤害你们。如果他们和你们交战，他们将要败北，且不获援助。他们无论在哪里出现，都要陷入卑贱之中，除非借安拉的合约与众人的合约方能安居。他们应受安拉的谴怒，他们要陷于困苦之中，这是因为他们不信安拉的迹象，而且妄杀众先知，这又是因为他们违抗主命，超越法度。ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين 他们不是疑虑的，信奉天经的人中有一派证人，在夜间诵读安拉的经典，且为安拉而叩头，他们确信安拉和末日，他们劝善戒恶，争先为善，这等人是善人。他们无论行什么善功，绝不至于徒劳无酬。安拉是全知敬畏者的。إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 不信教的人，他们的财产和子嗣对安拉的刑罚绝不能裨益他们一丝毫，这等人是火狱的居民，将永居其中。他们在今世生活中所施舍的，譬如寒风吹向自欺的民众的禾稼上，就把它毁灭了。安拉没有亏枉他们，但他们自欺。يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمناوَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 信教的人们啊，
你们不要以不同教的人为心腹，他们不遗余力地谋害你们，他们希望你们遭难，他们的口中已吐露怨恨，他们的胸中所隐晦的尤为恶毒。我却已为你们阐明许多迹象，如果你们是能了解的，你们喜爱他们，他们却不喜爱你们，你们确信一切天经，而他们遇见你们就说我们已信教了。他们思乡聚会的时候为怨恨你们而咬自己的指头，你说你们为怨恨而死亡吧，安拉却是全知心事的。إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. 你们获得福利，他们就忧愁。你们遭遇祸患，他们就快乐。如果你们坚忍而且敬畏，那么他们的计谋就不能伤你们一丝毫。安拉却是周知他们的行为的。وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 当时你在早晨从家里出去，把信士们布置在阵地上，安拉却是全聪的，是全知的。当时你们中有两伙人要想示弱，但是安拉是他们的保佑者，让信士们只信托安拉吧。وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 白德尔之意，你们是无势力的，而安拉却已援助了你们，故你们应当敬畏安拉，以便你们感谢。当时，你对信士们说：“你们的主降下天神三千来援助你们还不够吗？不然，如果你们坚忍并且敬畏，而敌人立刻来攻你们，那么你们的主将使袭击的天神五千来援助你们。وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.安拉只以这应许对你们报喜，以便你们的心境因此而安定。援助只是从万能的、至睿的安拉那里降下的，他援助你们，
以便对于不信教的人，或剪除一部分，或全部加以凌辱，以便他们失败而归。ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 他们却是不义的，安拉或加以赦宥，或加以惩罚，你对于这件事儿是无权过问的。天地万物都是安拉的，他要恕饶谁就恕饶谁，要惩罚谁就惩罚谁。安拉是至赦的，是至慈的。信教的人们啊，你们不要吃重复加倍的利息，你们当敬畏安拉，以便你们成功。你们当防备那位不信教的人而预备了的火狱。你们当服从安拉和使者，以便盟主的连续。وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 你们当争先屈服从你们的主发出的赦宥，和那与天地同宽的，以为敬畏者预备好的乐园。敬畏的人在康乐时施舍，在艰难时也施舍，且能易怒又能恕人。安拉是喜爱行善者的。والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 敬畏者当做了丑事或自欺的时候纪念安拉，且为自己的罪过而求饶，除安拉外谁能赦宥罪恶呢？他们没有明知故犯的护恶不圈，这等人的报酬是从他们的主发出的赦宥和下临诸河的乐园，他们得永居其中。遵行者的报酬真优美。قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 有许多场道已在你们之前逝去了，故你们当在大地上旅行，以观察否认者的结局是怎样的。
这是对世人的一种宣示，也是对敬畏者的一种向导和教训。ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 你们不要灰心，不要忧愁，你们必占优势。如果你们是信教的人，如果你们遭受创伤，那么敌人却已遭受同样的创伤了。我使气运周流于世人之间，以便安拉甄别信教的人，而以你们为见证者。安拉不喜爱不义的人，以便安拉锻炼信教的人，而毁灭不信教的人。أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكمومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 安拉还没有甄别你们中奋斗的人和坚忍的人，难道你们就以为自己得入乐园吗？遭遇死亡之前，你们却已希望死亡，现在你们却已亲眼见到死亡了。穆罕默德只是一个使者，在他之前有许多使者却已逝去了。如果他病故或阵亡，难道你们就要叛教吗？叛教的人绝不能伤损安拉一丝毫，安拉将报仇感谢的人。 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين 不得安拉的许可，任何人都不会死亡，安拉已注定个人的受限了。谁想获得今世的报酬，我给谁今世的报酬；谁想获得后世的报酬，我给谁后世的报酬。我将报仇感谢的人。وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 有许多先知曾有些明哲和他们一同作战，那些明哲没有因在主道上所遭受的艰难而灰心、懈怠和屈服。安拉是喜爱坚忍者的，他们没有别的话，只说：“我们的主啊，求你赦宥我们的罪恶。” 和我们的过失，求你坚定我们的步伐，求你援助我们以对抗不信教的民众。故，安拉将今世的报酬和后世优美的报酬赏赐他们。安拉是喜爱行善者的。信教的人们啊，如果你们顺从不信教的人， 他们将使你们背叛，以致你们变成亏折的人。 不然，安拉是你们的保佑者，是最优美的援助者。我要把恐怖投在不信教者的心中，因为他们把安拉和安拉所谓证实的偶像去配他，他们的归宿是火狱，不义者的归宿真恶劣。 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 你们奉安拉的命令而歼灭敌军之初，安拉却已对你们实践他的预言，直到了在他使你们看见你们所喜爱的战利品之后， 你们竟示弱、内争、违抗使者的命令，你们中有贪恋今世的，有企图后世的。嗣后，他使你们离开敌人，以便他试验你们，他却已饶恕你们。安拉对于信士们是有恩惠的。 إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ。当时，你们败北远遁，不敢回顾任何人，而使者在你们的后面喊叫你们，安拉便以重重忧患报答你们，以免你们为自己所丧失的战利品和所遭遇的惨败而惋惜。安拉是撤之你们的行为的。 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور 在忧患之后，他又将安宁给你们，使你们中一部分人瞌睡，另一部分人则为自身而焦虑。他们像蒙昧时代的人一样，对安拉妄加猜测。他们说：“我们有一点胜利的希望吗？”你说：“一切事情的确都是安拉所主持的。” 他们的心里怀着不敢对你表示的恶意。他们说：“假若我们有一点胜利的希望，我们的同胞不是阵亡在这里。”你说：“假若你们坐在家里，那么命中注定要阵亡的人必定外出，走到他们阵亡的地方。”安拉这样做。 以便试验你们的心事，锻炼你们心中的信仰。安拉是全知心事的。 ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير 两军交战之日，你们中败北的人，只因他们犯过，故恶魔使他们失足。 安拉却已束饶他们，安拉却是至赦的，却是至荣的。信教的人们啊，你们不要像不信教的人一样，当他们的同胞出门病故或阵亡前线的时候，他们说：“假若他们同我们坐在家里，那么他们不至于病故或阵亡。” 你们不要像他们那样说，以便安拉使那成为他们心中的悔恨。安拉能使死人复活，能使活人死亡。安拉是明察他们的行为的。 ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
如果你们为主道而阵亡或病故，那么从安拉发出的赦宥和慈恩必定比他们所聚集的财产还要宝贵些。如果你们病故或阵亡，那么你们必定被集合到安拉那里，只因为从安拉发出的慈恩，你温和地对待他们。假若你是粗暴的，是残酷的，那么他们必定离你而分散，故你当恕饶他们，当为他们向主求饶，当与他们商议公事。你既决计行事，就当信托安拉，安拉的确喜爱信托他的人。إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون 如果安拉援助你们，那么绝没有人能战胜你们。如果他弃绝你们，那么在他弃绝你们之后，谁能援助你们呢？叫信士们只信托安拉。أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 任何先知都不至于侵蚀公物，谁侵蚀公物，在复活日，谁要把他所侵蚀的公物拿出来，然后，人人都得享受自己行为的完全的报酬，他们不受亏枉。难道追求安拉喜悦的人，像应受安拉迁怒的人吗？他的归宿是火狱，那归宿真恶劣。在安拉看来，他们分为许多等级，安拉是明察他们的行为的。لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 安拉却已施恩于信士们，因为他曾在他们中派遣了一个同族的使者，对他们宣读他的迹象，并且熏陶他们，教授他们天经和智慧。以前他们却是在明显的迷雾中的，你们所遭受的损失，只有你们所加给敌人的一半，你们怎么还说，这是从哪里来的呢？你说，这是你们自作自受的，安拉对于万事却是全能的。两军交战之日，你们所遭受的损失是依据安拉的意志的，他要认识确信的人。
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 也要认识违信的人 有人对他们说 你们来吧 来为主道而作战 或来自卫吧 他们说 假若我们会打仗 我们必定追随你们 在那日 与其说他们是信教的人, 不如说他们是不信教的人。 他们口里所说的, 并不是他们心里所想的。 安拉最知道他们所隐晦的。 他们不肯参加战斗, 却对自己的教包说, 假若他们顺从我们, 他们不会阵亡。 你说, 你们为自身抵御死亡吧，如果你们是诚实的。 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 为主道而阵亡的人 你绝不要认为他们是死的 其实他们是活着的 他们在安拉那里享受给养 他们喜欢安拉赏赐给自己的恩惠 他们又给那些还未赶上他们留在人间的教包报喜讯 将来没有恐惧 也不忧愁 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 他们喜欢从安拉发出的赏赐和恩惠 并且喜欢安拉不使信士们徒劳无仇 他们遭受创伤之后 仍因安拉和使者的召唤 他们中行善而且敬畏的人 得享受重大的报酬，有人曾对他们说：“那些人却已为进攻你们而集合队伍了，故你们应当畏惧他们。”这句话却增加了他们的信念。他们说：“安拉是使我们满足的，他是优美的监护者。” 他们带着从安拉发出的赏赐和恩惠转回来，他们没有遭受任何损失，他们追求安拉的喜悦，安拉是有洪恩的。
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 只图你们畏惧他的党羽，你们不要畏惧他们，你们当畏惧我。如果你们是信教的人，争先投入迷信的人，不要让他使你忧愁，他们绝不能损伤安拉一丝毫。安拉预示他们在后世没有福分，他们将受重大的刑罚。 以正信换取迷信的人，必定不能损伤安拉一丝毫。他们将受痛苦的刑罚。不信教的人，绝不要认为我优容他们，对于他们更为有利。我优容他们，只是要他们的罪恶加多，他们将受凌辱的刑罚。 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 安拉不至于让信士们常在你们的现状之下，但他试验你们，直到甄别恶劣的与善良的。安拉不至于使你们窥见幽玄。 但安拉拣选他所抑郁的人做使者，故你们当确信安拉和众使者。如果你们信教，而且敬畏，那么你们将受重大的报酬。 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير 领悉安拉所赐的恩惠的人，绝不要认为他们的吝惜对于他们是有益的，其实 那对于他们是有害的。复活日，他们所吝惜的财产，要像一个项圈一样，套在他们的颈项上。天地间的遗产，只是安拉的。安拉是撤之你们的行为的。 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 安拉却已听见有些人说安拉却是贫穷的我们却是富足的
我要记录他们所说的话和他们妄杀众先知的行为。我要说，你们尝试烧灼的刑罚吧，这是因为你们曾经犯罪，又因为安拉绝不是亏枉众仆的。الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 他们曾说，安拉却已命令我们不可确信任何使者，直到他昭示火所焚化的供物。你说，在我之前，有许多使者已昭示你们许多明证，并昭示你们所请求的。如果你们是诚实的，你们为什么要杀害他们呢？如果他们否认你，那么，在你之前，有许多使者都已被否认过。那些使者曾昭示了许多明证、典籍和灿烂的经典。كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 人人都要尝死的滋味，在复活日，你们才得享受你们的完全的报酬。谁得远离火狱而入乐园，谁已成功。今世的生活只是虚幻的享受。لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 你们在财产方面和身体方面必定要受试验，你们必定要从曾受天经的人和以物配主的人的口里听到许多恶言。如果你们坚忍而且敬畏，那么这却是应该决心做的事情。وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم 当时安拉与曾受天经的人缔约说，你们必为世人阐明天经，你们不可隐晦它。但他们把它抛在了背后，并以它换取些微的代价。他们所换取的真恶劣。有些人对于自己做过的事洋洋得意，对于自己未曾做过的事爱受赞颂。你绝不要认为他们将脱离刑罚，其实他们将受痛苦的刑罚。
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 天地的主权归安拉所有 安拉对于万事是全能的 天地的创造 昼夜的轮流 在有理智的人看来 此中却有许多迹象，他们站着、坐着、躺着纪念安拉，并思维天地的创造。他们说：“我们的主啊，你没有突然地创造这个世界，我们赞颂你超绝万物，求你保护我们，免受火狱的刑罚。” ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 我们的主啊，你使谁入火狱？ 你却已凌辱谁了？不义的人，绝没有援助者。我们的主啊，我们却已听见一个召唤的人，招人于正信。他说：“你们当确信你们的主。”我们就确信了。我们的主啊。 求你赦宥我们的罪恶，求你消除我们的过失，求你使我们与义人们死在一处。我们的主啊，你曾借众使者的口而应许我们的恩惠，求你把它赏赐我们。求你在复活日不要凌辱我们，你却是不爽约的。 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب 他们的主应打了他们，我绝不使你们中任何一个行善者徒劳无仇，无论他是男的还是女的，男女是相生的，迁居异乡，被人驱逐者，为主道而受害者。 参加战斗者，被敌杀死者，我必消除他们的过失，我必使他们进那下临主河的乐园。
这是从安拉发出的报酬，安拉那里有优美的报酬。لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 不信教的人往来四方自由发展，你不要让这件事欺骗你，那是些微的享受，将来他们的归宿是火狱，那卧入真恶劣。敬畏主的人却得享受下临诸河的乐园而永居其中，这是从安拉那里发出的款待，在安拉那里的恩典对于义人是更有益的。وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 信奉天经的人中的确有人信仰安拉，信仰你们所受的启示和他们所受的启示，同时他们是敬视安拉的，他们不以安拉的迹象换取些微的代价，这等人将在他们的主那里享受他们的报酬，安拉却是清算神速的主。信教的人们啊，你们当坚忍，当奋斗，当戒备，当敬畏安拉，以便你们成功。